مرحبا بكم. هل كنت تعلم أن ارتداء النظارة الشمسية جعلك أكثر سعادة؟ أو النظر إلى أشياء ثابتة يخيل إليك أنها تتحرك؟ يمكنك خداع الدماغ بطرق كثيرة ومتعددة وإن لم تكن شائعة. سوف نذكر لك في هذا الفيديو أكثر الطرق خداعا للدماغ ومتعة وإثارة للإعجاب، علك تستخدمها وقت الحاجة إليها. الوهم البصري. من أبسط طرق خداع العقل وأكثر التكتيكات نجاحا في ذلك هي استخدام الخدع البصرية التي توحي لك بمدلولات أخرى كلما أطلت النظر إليها. على سبيل المثال، عند إطالة النظر إلى صورة فيها جسم يتحرك في اتجاه معين، ستشعر أن الجسم قد غير مساره على الرغم من أن الصورة ثابتة لا تتغير. وما يحدث كالآتي: أنه مع إطالة النظر يفترض الدماغ أن الصورة التي أمامه ثلاثية الأبعاد بينما هي ثنائية الأبعاد، وبالتالي يفسر أن الكائن في الصورة يتحرك في بعد إضافي غير الموجود في الحقيقة. تأثير أضواء برينكينجي. من الدراسات النفسية المثيرة للاهتمام والتي وضعها العالم الفسيولوجي جان برينكينجي، والتي يمكن خلالها أن تشعر بالهلوسة دون تأثير عقاقير خطيرة أو ضارة، كل ما عليك فعله هو جلوس مغمض أو معصوب العينين أمام الشمس والنظر إليها، ثم تحريك يديك أمام عينيك بسرعة كبيرة لعدة دقائق. ستشعر بعد مدة وجيزة برؤية صورة تتحول تدريجيا إلى حقيقة. ما يحصل؟ أن تحريك يديك وضوء الشمس على عينين مغلقتين يؤدي إلى تحفيز الخلايا البصري في القشرة الدماغية لأعلى مستوياتها، ما يجعلها تطلق كمية كبيرة من الاستجابة والصور الوهمية التي يترجمها الدماغ ويتوهمها على سبيل الحقيقة. خداع الدماغ بتقليل الألم. أثبت العلماء أنه بالإمكان تقليص الألم مستخدمين المجهر في الدراسة. قام الباحثون باستخدام مجهر بتسليطه على مشاركين يعانون من آلام مزمنة بالذراع، حيث قام المشاركون بالنظر إلى ذراعهم عبر مجهر يصغر حجم اليد وشعروا كأن الألم قل أو تناقص بالفعل. فسر الباحثون هذه التجربة بأن مستجيبات الألم تتأثر بمدى إدراكك للخطر، بمعنى أن رؤية اليد صغيرة وبعيدة أعطى شعور للشخص بتناقص الخطر، ما جعل المستقبلات الحسية للألم تعطي إشارات أقل للدماغ عن استجابته ومحاولة حمايته للجسم من هذا الألم. الأحاسيس الوهمي. أثبتت التجربة أن بإمكانك أن تخضع عقلك عبر جعله يتوهم وجود أحاسيس غير حقيقي. كل ما تحتاجه هو صندوق ويد صناعي وشخصا آخر ليساعدك. ضع يديك على طاولة بحيث تغطي إحدى يديك بالصندوق وتضع اليد الصناعية بجانب يدك الأخرى لتبدو كأنها اليد الأخرى لك، ثم اطلب من مساعدك أن يقوم بتدليك يدك واليد الاصطناعية بنفس السرعة ونفس الاتجاه لبضع من الدقائق، وبعد وقت قصير ستشعر كما لو كانت اليد الاصطناعي هي يدك بالفعل. كما أنك لو طلبت من مساعدك توجيه حركة تثير الألم لليد الاصطناعي كطرقها بمطرقة أو قرصها، ستشعر كما لو كانت يدك الحقيقي هي من تأذت. تجربة الانفصال التام. بإمكانك في هذه التجربة خداع الدماغ من خلال إدخاله في حالة من الهلوسة دون الحاجة لأي عقاقير بذلك. كل ما تحتاج إليه هو صوت موسيقى بترددات كثيرة متساوية الحدة كصوت أمواج البحر مثلا، سماعات أذن، كرة بينج بونج، وإضاءة حمراء. قم بتثبيت السماعات بأذنيك، ثم اقطع كرة البينج بونج إلى نصفين وثبتهما بشريط لاصق على عينيك بإحكام. افتح الإضاءة الحمراء لتكون بمواجهتك وشغل الموسيقى، ثم استمتع بالصور التي ستتوارد من أعماق عقلك والتي تقترب إلى حد الهلوسة. تأثير نوسيبو للشعور بالمرض والألم. تماما كما تشعر بأنك أفضل حالا بعد أخذ حبة دواء قال الطبيب أنها ستشعرك بالراحة رغم أنها لا تفعل ذلك حقيقة، لكن عقلك من منحك هذا الشعور الوهمي بالراحة. يحدث ذلك بالطبع في تأثير نوسيبو. مثال على ذلك، لو أخبرك الطبيب أن علاجا معينا ينطوي عليه أعراض جانبية مروعة، حتى إن لم تحصل هذه الأعراض إلا أن دماغك قد يصنعها بناء على ما قيل لك. وأنت جرب بعد هذه الخدع وأخبرني في تعليقك ما مدى تأثيرها عليك.